هي واش الفنانه شكون يعني، حيت انا بالنسبه ليا ما عمرني ما ذكرت الاسم ديال شي فنانه ابدا، لكن بصح تعرضت في شي الله خرجت من برنامج المواهب، تعرضت لبعض الحال يعني بعض المضايقات وهذا، ولكن بالنسبه ليا ما عمرني ما زدت في خاطري شي حاجه، وديما ديما تنقول الله يسهل على الجميع وتنسامح. وديجا يعني الناس اللي كانوا حاربوني جاوا هما بنفسهم وقالوا لي انت ماشي خيطه، انت زعما الحمد لله عرفنا المعنى ديالك كيفاش داير. دونك واخا كانوا تيأذوني شي ناس سامحت لهم، وما عمرني ما تمنيت شي حاجه خايبه، ديما تنتمنى الخير للاخ ديالي، ديما تيقول لك ربي سبحانه وتعالى حب لاخيك ما تحبه لنفسك، داكشي علاش تنبغي الانسان الاخر والناس الاخرين كلهم الخير باش ندير الخير ان شاء الله. الله يجعل ايامكم كلها خير.